إباحية صوتية بالمغرب، والتي وصلت إلى عدد 120 موقع إباحي صوتي بالدارجة المغربية. هذه جريمة جد خطيرة، جريمة دخلت إلى بيوتنا، جريمة تمسنا كمسلمين، كملكيين ومالكيين، كأشخاص لازلنا نفتخر بهويتنا الدينية وبانتسابنا انتسابنا إلى الإسلام. أظن أن هناك جهات يعني لها هدف أن تشتت الأسرة وأن تمس بكل ما هو حياة علني، أشخاص ينتحلون صور، وأشخاص يقدمون حكايات وهمية يؤكدون فيها وللأسف ولخطورة الموقع يؤكدون عن العلاقات المحرمة أو ما يسمى بالانسست، يعني العلاقة الجنسية بين المحارم. فعلا هاد الأشخاص يعني كيقتنيوا أموال طائلة، لأن نسبة المشاهدة جد مرتفعة، ولكن أصبح لجزاما على المشرع وعلى الجهات القائمة على مكافحة الجريمة أن تتصدى لهذه الظاهرة، لأنها جريمة خطيرة أصبحت يعني أنت بصدد قراءة مثلا موضوع أو مؤلف حتى يصعد أمامك هذه الجريمة الشنعاء التي تضرب قيمنا وتؤثر على ناشئتنا. وخصوصا أصبحنا نعلم اليوم أنها لا الأسرة ولا المجتمع أصبح قادر على تربية الناشئة، بل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب الدور كبير، إما في انحرافهم أو في تغليط مسارهم. لذا وجب علينا جميعا كآباء وأمهات ومدرسين وجهاز أو أجهزة أمنية أن نقوم بالتصدي لهذه الجريمة.